سياسة دولة الإمارات الحمد لله الحكيمة بقيادة الحكومة أكيد. الرشيدة وأنت طبعا. أكيد يعني شرف لكل امرأة أو سيدة خلينا نقول إماراتية دائما تسعى للوصول لأحسن وأفضل المستويات. طيب انتقدتي على بعض من اللوحات، قالوا أن لوحاتك تتميز بالجرأة أو الجراءة، أي لوحة هذه اللي كانت مسويت لهم شوي مشاكل وانتقدوش عليها؟ فهي لوحة الـ Awaken Subconscious، صحوة الباطن، هذه فعلا انتقدوني فيها، وحتى كانت بتنزل على كتاب اسمه نصف المرأة للكاتبة سعاد صليبي، وتقريبا كان بيمنع الكتاب هذا من السعودية من الكويت، وبعدين لآخر لحظة يعني دركنا الموضوع هذا وما حبينا نسوي إنه نوع من الشوشرة يعني، فشلينا اللوحة. وفعلا يعني بس هذه اللوحة يعني في كلمينا آخر شوي مرة عنها بما أنها انتقدت يعني. صحيح يعني هل أنه يمكن سبب المنع بسبب اللوحة ولا الكتاب يحمل بين طياتي يعني بعض الأشياء؟ بصراحة هم الاثنين، نصف المرأة، لأن في النهاية يعني تحس شوي أن انتقدوا الاسم بعد الكتاب اللي هو نصف المرأة، بس اللوحة هذه اللي هي كانت تتكلم عن المرأة، صحوة المرأة، يعني مثل المرأة يوم تكون مكبلة تبغى تطلع من القوقعة اللي هي عايشة فيها، فحبت أنها مثل عبر فك القيود، فهي عبارة عن 5 نساء في لوحة واحدة. 5 نساء في لوحة واحدة. وتحاول أنها خلينا نقول تفكها تخرج من هذا القيود يعني، أو تتحرر من هذا القيود. تتحرر. هذه هي اللوحة بس اللي انتقدوها ولا في أشياء ثانية؟ مبدئيا هذه اللوحة بالنسبة للجرأة، بس بعدين أكيد بيكون في انتقادات لأني محضرة لمعرض في إيطاليا يتكلم عن المرأة. نعم. هل تتعمدين خلينا نقول إذا أنت فعلا في لوحاتك أو في رسمك جريئة، هل تتعمدين هذا الشيء ولا هذا الشيء أوردي موجود فيك؟ لا، هالشيء موجود فيني في شخصيتي. جميل، حلو. يعني تسقلين تقريبا بعض الأفكار اللي موجودة عندك على لوحاتك، يعني هي ممكن أن تقرأ شو هي مثلا نفسية المهندس اسمر في هذه اللوحة؟ أحب أمثل شخصية المرأة بشكل عام في هذه اللوحة، وأخذ كل جوانب المرأة اللي هي مثلا تفكر فيه وأجمعها في لوحة واحدة. نعم. ما قد مثلتي يمكن شخصية رجل في هذا الموضوع؟ لا، اللوحة هذه عسبت لا فيها شخصية الرجل، يقولون أن بس تحيزت للمرأة بس. لا، فيها الرجل داخل فيها اللوحة. نعم. بس بشكل آخر يعني، لازم تشوفون اللوحة عشان كيف؟ لأني ما أقدر أني أتكلم عن الرجل عشان ما تهاجموني. أنا ذكرتني في مسلسل أحيدة اسمه نصف المرأة رجل. نعم. تقريبا يعني يمكن خذت من هذا القالب يعني لوحاتك. في يعني مثل ما يقولون تجارب كثيرة، عندك لوحات كثيرة دخلتي في خلني أسميها إن صح التعبير مهاترات حول بعض اللوح، ما هو أبرز ما قيل في لوحات سمر الشامسي؟ أكثر شيء هي البورتريت، تقريبا يقال أن في كل بورتريت أسويه رسم الشخصيات، أخلي الجانب العيون، رسم العيون أن هي تتحرك في كل الاتجاهات. نعم. يعني اللي ينظر للصورة من اتجاه اليمين أو اليسار أو المنتصف يحس أن الصورة تلاحقة تقريبا. تلاحقة، صحيح. بس نعم. الرسمة أكيد عفوا الشهيرة ما عليه يعني دكتورة، نحن اليوم تعبانين والظهر أنت بتيج عدوى من هنا للأسف مو بوقتها يعني نحن نعرف. طيب ما شاء الله عليك تميزت في كثير من الأعمال، ولكن أي اللوحات اللي تحسين أنها هي تعز عليك هاللوحة هذه تعني لي سمر شيء أو للفنانة سمر شيء، أي لوحة؟ إذا بقول لك أن كل اللوحات يعنوا لي ما أقدر أني أميز بينهم. صحيح، ما حد يقدر يفرق بين عيالي صدقيني. هي. يعني يمكن هي ولادة كل فكرة، ولادة كل لوحة، ولادة كل رسمة تقريبا شيء. فلا شك يعني أنها أكيد بتكون غالية عليها. يعني صح، مثلا أوقات يكون عندك شيء يعني تتميز أكثر عن الثاني، بس في نفس الوقت يعني ما تقدر يعني ممكن أنك تقول هذه اللوحة أحب عندي من الثانية، بس في نفس الوقت ما تقدر تستغني عنهم يعني. صحيح. هذه تحسها جزء منك وهذه جزء منك، كلهم مكملين لبعض. أكيد، أكيد نفس ما قالت يعني يمكن زميلتي علي، أكيد في لوحة وايد عزيزة على قلبك بتقولين إن هاي فعلًا هاي اللوحة أنا تعبت فيها وهاي اللي اشتغلت فيها مثلًا وخذت مني فترة معينة أو كديت عليها أكثر من اللوحات. كلهم أشتغل عليهم، كلهم أكد عليهم. سواسية يعني. ما شيء تفريق. نعم. طيب أنا بغيت أسألها سؤال من سياق الحديث الحين ولكن راح.
الحين أرد مرة ثانية سؤالي. قبل لا تنسي. قبل ما أنسى. لاحظت كثير تقولين المرأة المرأة المرأة. شو الرسالة أو شو الهدف اللي أنت حابة توصلينه لكل النساء؟ هل تحسين أن المرأة يعني خلنا نقول مش ماخذة كل حقوقها؟ شو اللي حابة تبينينه أنت؟ المرأة يعني لا ابتدت أنها تاخذ تقريبا حقوقها والرسالة أنها المرأة ما تتوقف يعني عند ليميت معين، تحاول أنها الشيء اللي في خاطرها أنها تطلعه، ما يكون عندها قيود، ما تسمح للقيود أنها توقف عندها، يعني ما توقف عند قيود، ويعني وبعدين تحاول انها توصل رساله بعد تناضل، يعني تسوي اي شيء انها تبرز المراه، تبرز نشاطاتها، تبرز طموحها، حضورها، قوتها، بما انها ام يعني اكيد اكيد بتكون قادره على تحمل كل شيء. اكيد هي المراه المراه هي اقوى، يعني انا اشوفها اقوى شيء في يعني ممكن ان تقدمه المراه في الوجود. صحيح. يعني ايمن ما اعرف شو رايك، انا وهي مصرح نقول المراه 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 ما هالحين في لان دخلت في الموضوع صدقوني يمكن بتكلمون تقولون الريال والريال، لكن انا من ضمن المشاهد اللي ياسين انبثها عبر يمكن شاشه الظفره ياسه تابع خذتني تقريبا مجموعه من اللوحات، وعندك اثناء الرسم ايضا قمت في الكثير من اللوحات باستخدام الالوان الفاتحه تقريبا، انا ما اعرف الالوان وايد ولكن خلني اقول ان الالوان الفاتحه او الالوان اللي فيها اللون الابيض والازرق تقريبا، هل تعني لك الالوان في رسوماتك مغزى معين؟ اكيد اكيد الالوان يعني هي كل شيء في حياتي، وفي حي واعتقد في كل في حياه الانسان، يعني هي اللون شيء اساسي، بس في نفس الوقت بالنسبه للالوان يعني اعتمد على الكونسبت، على الفكره، شو الفكره، واحط الالوان على حسب الفكره. نعم تستخدمين الوان اللي هي الزيتيه والمائيه وال في البورتريهات استخدم الزيتي، وفي بعض المواضيع استخدم فيها الاكريليك مثل لوحات الفورمولا 1 الحين اللي سويتها هي عباره عن الاكريليك، ما في الا لوحه البورتريت كانت عباره عن اويل كلر. استخدامك للمواد تقريبا اللي ترسمين عليها، هل رسمتي على زجاج، على لوحات خشبيه مثلا او على لا رسمت لا على الكانفاس وعلى الورق، اوقات لان استخدمت الفحم في رسوماتي فهذا طبعا يتنفذ على النوع من انواع الورق او الكرتون، فعندك المائي بعد نفس الشيء على الورق، بس بشكل عام الاكريليك والاوري يتنفذ على الكانفاس. طيب نعم. جميل، اخذتي جانب كبير. نرجع مره ثانيه ايمن اسمح لنا عاده عن المراه. طيب شو بالنسبه لي الطفل؟ لا الحين انا لازم اتوقف حول هذا الموضوع. لا الحين الاطفال انا خليني بلهيك موضوع ثاني مثل ما نتابع يعني تقريبا على الشاشه، يعني هذا استعراض لبعض اللوحات اللي موجوده اللي يعني اللي قامت فيها الفنانه سمر الشامسي. هاي من لوحات الفورمولا 1. هاي من لوحات الفورمولا 1، يعني يمكن ذكر في هذا الموضوع. هذه كانت اليوم يعني احدى الرسومات اللي رسمتيها اليوم. هي هم ثمان لوحات، هاي واحدة منهم. هاي واحدة منهم، هل هي تبرز يمكن الحدث بشكل عام يعني حول المشاركة اليوم في فعاليات الإفوان؟ صحيح، في هاي اللوحة اللي مرت قبل شوي، هاي عبارة عن 62 سيارة اللي هم سيارات الفايزات كانوا 62 سنة. 62 سنة هو تاريخ الفورمولا 1، كل سنة عندك تفوز سيارة، فجمعت الفكرة هذه في اللوحة كانت عبارة أن جمع كل اللوحات الفائزة على طيلة 62 سنة في لوحة واحدة. ما شاء الله عليك. نرجع مرة ثانية أيمن، بس أكيد إذا سألتي سؤال الحرمة أنا بختم الحلقة. لا مو بالحرمة. شفتي مشاهدينا متابعينا مو بتحيز أيمن. لا في سؤال في سؤال على الطفولة. على الطفولة يعني أكيد خلاص هي سألت بروحها سؤال. شفتي وياي بعد شو تبغى أكثر؟ عندنا في الكنترول ترى موجود بس حرمة واحدة تقريبا أو آنسة واحدة موجودة والباقي كلهم ريايل، فكلهم لازم يقولون شو السالفة. نحن الحرمة الوحدة ما شاء الله علينا عن 10 ريايل. قدها وقدود على الهواء مباشرة، قالت قدها وقدود، يعني زميلتي عليا سكتتنا. زمالي انا باخذ يعني. انا ببعد عن هاي الكلمه الحين بقول، بس ان شاء الله عسبت ما نطول لان يمكن الوقت يتداركنا، بطلع من هالموضوع لان بنخسر. نحن بنخسر سحبه الباطن. كنتوا هاجمتوني. الله يحفظك ان شاء الله. ان شاء الله بنشوفها قريب. بس ايمن صدق ان هي قالت على عجاله، يعني كلمينا شوي شو سويتي حق الطفل؟
كنت من فترة من سنة تقريبا أحضر على معرض في أمريكا خاص لأمراض سرطان الأطفال، وإن شاء الله بعد يعني أحضر له بيكون تقريبا بأشهر القادمة إن شاء الله. جميل. أنا أريد اللي أريد أيمن أني أوصل له أن هي بس مش بس كانت مهتمة في المرأة أو في الفن أو بأمور أخرى، وإنما أيضا سلطت الضوء على الأطفال، معاناتهم بكافة الحالات وجميع أكيد الجوانب. أكيد. يمكن خلصت الأسئلة ويعني للأسف أن وقتنا فعلا يعني داركنا بسرعة، حابين نأخذ منك معلومات أكثر ومساهماتك ومشاركاتك وكذا، ولكن إن شاء الله أن يكون عندنا لقاءات ثانية وشاشات بل بيتك يعني قناة الظفرة إن شاء الله، نتأمل أن نلبي دائما يعني رسوماتك اللي تكون لنا الفخر أن نعرضها أو نستعرضها إن شاء الله من خلال البرامج عندنا على شاشة الظفرة. شكرا لك ويعطيك ألف ألف عافية، ونتمنى لك السلامة وإن شاء الله ما بتمرضين توصلين بضبي سالمة إن شاء الله يا ربي، وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا لك. إذن مشاهدينا في نهاية هذه الحلقة وأيضا هذه الفقرة نشكر الفنانة التشكيلية المهندسة الدكتورة سمر الشامسي على هذه اللمسات الإبداعية في هذا الفن الراقي، والحين ما بقى إلا نقولكم برنامجنا خلص وياكم، نتمنى لكم إجازة سعيدة، وأتمنى أن كل فقرات برنامجنا نالت على إعجابكم. أجمل تحية مني أنا علي عوامر، أقول لكم تصبحون على ألف خير وفمان الله. وأيمن الشكر موصول بعد لفنانتنا والدكتورة والمهندسة سمر الشامس اللي حضورها اليوم معنا. ما بذكركم بعد بالإيميلات ما التواصل أكيد حفظتوها، يعني ما بقى غير أقول لكم إن شاء الله تابعونا في برنامج مساء الإمارات كل يوم من الأحد لين الخميس. اليوم نحن إجازة، عفوا باكر نحن إجازة وعقبة إجازة إن شاء الله، مواضيع جديدة وضيوف جدد برفقة زميلتي عليا وفريق العمل الأكثر من رائع على شاشتكم شاشة الظفرة. إلى ذلك الحين أتمنى لكم إجازة أسبوعية سعيدة في حفظ الرحمن.